أوفد الشروق نيوز مهدي مخلوفي الذي يتواجد في البقاع المقدسة ويقوم حاليا بتغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة والسعودية تحديدا. أنا بك مهدي، تفضل. تحية طيبة مشاهدينا مجددا، أهلا بكم مستمرون في تغطيتنا الحصرية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية. للحديث أكثر حول هذه القمة أستضيف الدكتور عبد الملك اليوسفي، مختص ومحلل سياسي في الشأن العربي. أهلا بك دكتور. يعني أولا، ما المرتقب من هذه الزيارة الكبيرة للرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية، وهل نستطيع أن نقول أنها قمة سياسية بنكهة اقتصادية؟ بداية عند الحديث عن المرتقب من هذه القمة، لابد أن ننظر في أجندة القمة، ما سبق هذه القمة من تعبيرات رسمية سواء من الجانب الأمريكي على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أو من الجانب الأكثر تأثيرا وهو الجانب العربي والدولة المستضيفة وهي المملكة العربية السعودية. ستجد أن هنالك نقاط مشتركة وقواسم مشتركة اتفق عليها الجميع، وهي الوصول إلى منطقة أكثر استقرارا وانسجاما. هذا الهدف المعلن للقمة يترتب عليه حلحلة كثير من الملفات المختلفة. أعتقد أنه الملف اليمني حاضر في هذه القمة لإنهاء الصراع وسقفه إنهاء الصراع. الملف العراقي أيضا حاضرا، أيضا بمقاربات معينة لدور مستقبلي للعراق. المنهو الإيراني يشكل من أهم الملفات القائمة في هذا القمة. ملف النقل الدولي أو التجارة الدولية والنقل البحري في البحر الأحمر بالذات وفي منطقة الشرق الأوسط، ملف الطاقة وأسعار النفط، ملفات أخرى. القضية الفلسطينية حاضرة بكثافة في هذه القمة. أعتقد أنه بناء على هذه التعبيرات الصحيحة نقول أنه هذه القمة ستخرج بمقاربات معينة كلها تحت سقف البحث عن الاستقرار، وبالطبع الاستقرار هو انعكاس مباشر على الاقتصاد. بناء على سؤالك، فإنه عند الحديث عن السياسة في هذه القمة فإننا نتحدث عن الاقتصاد، لأنه الاقتصاد مؤثر ومتأثر في ما يحصل من مجريات السياسة ومن المجريات العسكرية والأمنية. نعرف أنه الدول الأكثر وزنا في المنطقة العربية حاليا لديها مشاريع اقتصادية طموحة. المملكة العربية السعودية لديها رؤية اقتصادية كبيرة ومشروع اقتصادي طموح جدا. الإمارات العربية المتحدة لديها مشروع اقتصادي طموح. جمهورية مصر العربية لديها مشروع اقتصادي طموح. كثير من الدول العربية لديها مشاريع اقتصادية طموحة، وهذه الذي لديه مشروع اقتصادي دائما يبحث عن الاستقرار، وبالتالي تذهب السياسة كلها لتطويع الأمور من أجل الوصول للاستقرار من أجل نجاح المشاريع الاقتصادية. يعني المملكة العربية السعودية تبحث عن الاستقرار في المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية كذلك. يعني هل وجهات النظر حول كلمة استقرار المنطقة واحد؟ لا، هنالك تباين في المفردات، هنالك تباين، لكن في الاستراتيجية العامة والقاسم المشترك أنه لا بد أن تستقر المنطقة. كيف تستقر المنطقة؟ هنالك تباينات، وبالتالي أعتقد مثل هذه القمة واللقاءات التي تحصل بين القادة هي من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة ورؤية مشتركة فيما يتعلق بالتفاصيل. نعرف أنه المهددات الرئيسية في المنطقة، أولا التهديد الإيراني، تصدير العنف والفوضى، وهذا حتى الأمريكان يقررون أن إيران تتدخل في المنطقة وتعمل بروكسيز تزعزع استقرار المنطقة، لديها مشروع نووي يهدد المنطقة. هذه كلها أمور متفق عليها، لكن كيف سيتم التعامل مع إيران لتقليل مستوى التهديد؟ هذا ما ستبحث عنه القمة. أيضا الإرهاب المختلف. إرهاب، نعم هناك إرهاب إيراني وأذرع إيران تمارس الإرهاب، لكن هناك إرهاب آخر، هذا أيضا من المهددات التي تهدد المنطقة. الصراعات البينية الموجودة داخل المنطقة أيضا من المهددات. هذه كلها أمور أعتقد لابد من كلمة سواء فيما يتعلق بها. يعني تزامنت زيارة الرئيس الأمريكي إلى هبوط قياسي في سعر اليورو في الأسواق الدولية، يعني ما انعكاسات هذا الهبوط والتضخم في نفس الوقت على القمة؟ قبل سؤالك، تقصد الدولار أو اليورو؟ لا، اليورو. انخفاض كبير في سعر اليورو. أعتقد أنه الاتحاد الأوروبي متأثر، وصحيح الاتحاد الأوروبي غير حاضر في هذه القمة، لكن يظل مصالح
الأطراف الموجودة في هذه القمة مع الاتحاد الأوروبي حاضرة. المملكة العربية السعودية المستضيفة لهذه القمة لديها مصالح اقتصادية وعسكرية وأمنية وشراكات مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، سواء مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة أو مع دول الاتحاد الأوروبي منفردة، هذا غير العلاقات الموجودة مع بريطانيا. الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات متينة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي مصالح الاتحاد الأوروبي ستكون حاضرة. مسألة الطاقة وما ترتب من الصراع في أوكرانيا ما بين روسيا والغرب يلقي بظلاله بالطبع على الاقتصاد الأوروبي. انخفاض سعر اليورو هو انعكاس للأزمة الحقيقية التي ولدتها الصراع في أوكرانيا، والتي أثرت على كل سلاسل الإمداد. المسألة لم يتعلق فقط بوصول الغاز أو وصول النفط أو أسعار النفط، بل كل سلاسل الإمداد، بل الدورة النقدية عموما تأثرت، وبالتالي انعكاسها على اليورو أمر طبيعي ومتوقع. وأعتقد أن العالم بحاجة إلى مقاربات لمواجهة هذه التحديات التي لا تهدد فقط المنطقة العربية. عندما نتحدث عن المنطقة العربية أو نتحدث عن صراع في أوكرانيا، بل العالم كله معني. أي اضطرابات هي في الأخير ستصل إلى كل جيب. هنالك حساسية مفرطة لأي اضطرابات تنعكس مباشرة على الاقتصاد، على أسعار الطاقة، وهنالك نظرة شاملة أنه أنشئ مجلس الأمن الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، والآن في ظل تراكم الصراعات أي حرائق لابد أن تطفى. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الملك اليوسفي، المحلل السياسي المختص في الشأن اليمني والعربي، كنت معنا مباشرة عبر قناة الشروق نيوز. شكرا جزيلا لك، عودة إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا لك مهدي مخلوفي على هذه التغطية مباشرة من البقاع المقدسة، بالتأكيد من خلال تغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، وستكونون مشاهدين على نقل أمام مقل مباشر لكل الأحداث من هناك مع الزميل مهدي مخلوفي بالتأكيد.